ساهمت مورد بهالحدث اليوم بأنه بحثت عن عدد كبير من السيدات اللي عم بيقوموا ببعض الأعمال اليدوية، سواء كانت هاي الأعمال ألبسة أو كانت إكسسوارات أو تصنيع بعض الأغذية. بحثت عن هدول السيدات ونسقت معرض اليوم بهذا المكان لحتى يعرضوا منتجاتهم ويتواصلوا مع الأشخاص، لحتى من جهة يوسعوا كمية المبيعات تبعهم، لحتى يبنوا علاقات مع أشخاص يسوقوا منتجاتهم. أنا حابة وجهي صورة حلوة عن بلدي وعن إنتاج بلدي، خاصة بعد الظروف اللي مرينا فيها. حلب كتير تأثرت ولهلأ كتير متأثرة في الوضع، فبتمنى أنه يكون الوضع أحسن لقدامه، وحابة وجهي أنه كيف بيطلع معنا. يعني أنا قطعتي بتشوفي الكواليتي وبتشوفي الفينيشينج، بتضحي أي قطعة أجنبية، فحابة أنه نشجع المنتج الوطني. أنا بشتغل مكرميات وإكسسوار، مكرميات بعمل كثير قصص، مخدات، برادي، شناتي، عاملي هلأ ديكور للكريسماس، وبشتغل إكسسوار وعاملي هيك قطع تعليقات كمان، راسمتهم ملوني عليهم، وبشتغل إكسسوار طواق وأساور خواتم وحلاق. أول مرة بنشارك بالبازار، إحنا بالعادة بنشارك غير بازار، بس هون أول مرة. إحنا هون الهدف منه إنه تسويق البضاعة مباشرة للمستهلك، ما في إنه نوزع لتاجر ومن تاجر لمستهلك، مشان نعرف طلب الزبون وأهمية وراحة نفسية لإلنا. بعد ما تأثرت حلب، بتعرفوا الوضع بحلب، الحمد لله قدروا يوقفوا على رجلين وقدموا لنا منتج صراحة كتير رائع. يعني زيوت طبيعية، مو بس اعتمدوا على الغار التقليدي الحقيقة، كمان اعتمدوا على غار المعطر وعلى المناسب للبشرة. يعني في عندك الأوليفيرا، في عندك زبدة الشيا والكولاجين، في عندك مسك الطهارة، صراحة منتجات كتير رائعة.